فيتامين د ده او فيتامين دي بصراحه من الفيتامينات المهمه جدا جدا. طبعا هو كل الناس بتسمع فيتامين د او فيتامين دي يعني العظم، او أي. مهم جدا لقوه ونمو العظم، وده حقيقي فعلا يعني. لكن هل هو للعظم بس؟ لا، فيتامين دي اكتشفوا ان هو ليه يعني فوائد كتيره جدا جدا تتخطى موضوع العظم. فيتامين دي مهم جدا للمخ وللمزاج العام، وعلى فكرة في دراسات اتعملت على ما يقرب من 750 ألف واحد عندهم يعني مشاعر سلبية، مود مش كويس، ولقوا ان هم لما ادوهم فيتامين دي لفترة المزاج العام بتاعهم اتحسن. يحسن المزاج يعني. ويعني يعتبر برضو من الحاجات اللي بتساعد في كمضاد للاكتئاب يعني. مهم جدا فيتامين دي للقلب وللشرايين. مهم جدا، خلي بالك برضو فيتامين دي اكتشفوا ان هو بيساعد على انقاص الوزن، يعني لو واحد بيعمل ريجيم وبياخد فيتامين دي بيساعد اكتر في كده. ناس كتير هتنزل تشتري فيتامين في انقاص الوزن يعني. مهم جدا للمناعه العامه، ففيتامين دي مهم جدا. مصدر فيتامين دي الاساسي هو التعرض للشمس. الشمس، الاشعه بتاعت الشمس لما بتطلع بتنزل على جلدنا بتحول مواد معينه جوه الجلد لفيتامين دي، وده اكبر مصدر لفيتامين دي ممكن الانسان ياخده يعني. فطبعا احنا بننصح، على فكره برضو وجدوا ان الناس اللي عايشين في المدن بيبقى عندهم نقص فيتامين دي اكتر من الناس اللي عايشين في القرى، عشان في القرى بينزل وبيروح ويجي بالظبط، وبينزل الصبح وبيتعرض للشمس، لكن في المدن اما ان هو موجود في مكان مقفول او بيصحى متاخر فما بيتعرضش للشمس. بس مش الشمس حارقه يعني دكتور؟ عشان لا، احنا طبعا الشمس بالنسبه لنا يا اما قبل الساعه 10 صباحا او بعد الساعه 5 بعد الظهر، دول افضل وقتين للشمس، اللي هي تكون الشمس الظريفه اللي هي ما فيهاش بعض الاشعه الضاره. دي اللي احنا بننصح الناس ان هم يتعرضوا. بنلاقي الاوروبيين بيحرصوا جدا على فيتامين دي والبلاد البارده عشان ما عندهمش الشمس. طبعا الناس اللي ما عندهمش الشمس دول اصبح دلوقتي عبوات المكملات الغذائيه اللي هي كالسيوم ومعاه فيتامين دي في كبسوله واحده، لازم بياخدوها بعد سن معين على طول علشان يحميهم من هشاشه العظام.